استهل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته إلى تركيا اليوم الأربعاء والرامية لإصلاح العلاقات الثنائية التي تأثرت بالانقلاب الفاشل في البلاد. فهل ستتمكن هذه الزيارة الولايات المتحدة من استعادة الثقة التركية بها مجددا؟ سؤال يبقى من دون جواب في الوقت الراهن. طلبت تركيا أكثر من مرة من الولايات المتحدة تسليمها العقل المدبر للانقلاب وفق ما تقوله فتح الله جولن رجل الدين المقيم في المنفى، لكن الولايات المتحدة لم تستجب لهذا الطلب. واليوم رغم زيارة بايدن الذي يعد أرفع قائد غربي مستوى يزور تركيا بعد الانقلاب، إلا أن مختلف الأوساط التركية غير راضية عن الموقف الأمريكي. على سبيل المثال، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد الانقلاب إنه ينتظر إلغاء عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي. كذلك هناك الكثير من الإشارات التي تعبث على ريبة لدى تركيا. في الواقع هناك خلافات كثيرة بين الولايات المتحدة وتركيا في العديد من القضايا الإقليمية، فضلا عن الموقف الأمريكي إزاء الانقلاب التركي، حيث في الوقت الذي اعتبرت فيه الحكومة التركية حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية، تواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم لفروعه في سوريا والعراق، تصرف جعل تركيا تواصل التشكيك في مصداقية حليفها التقليدية الولايات المتحدة، ودفعها في الوقت نفسه إلى السعي وراء تحقيق انفراجة في استراتيجيتها الدبلوماسية. حيث زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 9 أغسطس الجاري روسيا، ويستعد لزيارة مرتقبة إلى إيران، زيارتان تكشفان جليا محاولة أنقرة إعادة التوازن بين روسيا وإيران من جهة والولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي من جهة أخرى. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة على ما يبدو فهي لا ترغب في التخلي عن تركيا التي تعد نقطة ارتكاز استراتيجية مهمة لها في الشرق الأوسط، حيث يعتقد المحللون أنه في حال لم يتمكن بايدن خلال هذه الزيارة من تقديم موقف واضح لبلاده حيال القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة وتركيا، فإن مستقبل العلاقات الثنائية قد يبقى غامضا على الرغم من تاريخ التعاون الوثيق على المدى الطويل بين البلدين. إذا لم تتخذ الولايات المتحدة خطوة إلى الأمام بسرعة جحرية في مسألة تسليم فتح الأولان إلى تركيا وقضية حزب العمال الكردستاني وغيرهما من القضايا الأخرى، فإن العلاقات الثنائية ستتأثر على المدى المتوسط والطويل.